السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتاتي في القناه ديالكم الناصر ايز فلوكس. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا ان شاء الله بحول الله اللي قريتو في العنوان ودخلتو لهذا العنوان دخلتو لهذا الفيديو. لذلك ما بغيتكمش تخرجوا حتى ما تمشيوش حيت هذا الموضوع غادي نهضر فيه في اخر الفيديو. لذلك قررت دابا باش ندير واحد الدويره ونمشي لواحد المتجر هنايا باش نشري شي حاجه ما ناكلها. بقاو معايا بيس ليك. كنت خارج دابا هنايا وبانوا لي هادو الناس تيلعبوا هذيك الكره ولا ما عرف شنو تيلعبوا هذيك اللعب. المهم نديروا لهم الزوم نشوفوا شنو تيلعبوا. كيلعبوا كروكيت ولا كروكيت ولا ما عرف شنو تيقولوا هذيك اللعبه. المهم ما عليناش نخليهم بيس لكم. المهم سبحان الله كما تشوفوا اخوتي غير البارح درت فلوغ هنايا خرجت برا تيستيت الكاميرا كما تشوفوا كانت الدنيا كامله بيضاء. دابا شوفوا الجو كي داير شوفوا ولا كامله الدنيا خضراء ما بقى لا ثلج لا حتى شي حاجه. الحاجه الزوينه هنا في امريكا كما تشوفوا مورايا تلقى ديما الملاعب فيما مشيتي كاين الملاعب ديال التنس ديال الجولف ديال اي رياضه تيديروا لهم ملاعب كما شفتوا قبيله وريتكم فيديو في الناس تيلعبوا في ذاك الكروكيت ولا شنو سميت ديك اللعبه. ها انتم كاين هنايا كاين الجولف ولا شنو سميتو اللور ديال هذا الجولف كاين باسكت مول الباسكت كاين التنس. المهم موفرين لهم اي حاجه الحمد لله. شوف الناس باغين الشباب ديالهم يلعبوا الرياضه يتمرنوا ويديروا الرياضه. حنايا للاسف 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 غنسد الفيديو. البلاصه هذه كنت دايز باش نشري شي حاجه نشربها قلت علاش لا ما نمشيوش لمطعم حلال مسلم. واحد الاخ من العراق فتح هنا محل سميتو بغداد غريل تيبيع داكشي الماكله حلال قريب ليا للدار. المهم نمشيو نشوفو شنو عنده وناكلو عنده شي حاجه حلال. وتحيه للناس ديال العراق وتحيه للفلوغر العراقي اللي في اللي في تكساس عمرو زاك. كما تشوفوا هذا هو المحل ديال داك العراقي غنديروا له الزوم عاوتاني. هو هذا غريل بغداد غريل. غادي نمشيو ناخذو عنده شي حاجه واخا كاين عنده الغلا ولكن ماشي مشكل. المهم حنا دابا وصلنا للمطعم بغداد غريل غادي نشوف الكباب ولا شي حاجه مزيانه. كما تشوفوا ها هو المطعم هنايا مورايا هو هذا هو هذا. غادي ندخلو غادي نهضروا معاه ما عرف بالدارجه ولا بالعربيه. المهم غنشوفوا صافي بقاو معايا. اوه شي او ماي جاد لقيتو مسدود واخا الطوموبيله ديالو تمايا لقيتو مسدود. اري جيت عرفتي جبت واحد سميتو جاي و تنتشهى لو ناكل الكباب لو ناكل هاد كدا في الاخر لقيتو مسدود. غنحاول نتصل به النمره ديال التليفون ديالو هي هادي كما تشوفوا غادي نحاول نتصل به. كما تشوفوا اخويا اخوتي اتصلت به قال لي بالله راه مخرج شي كوموند مخرجها بعيده لشي واحد شي مسلم حتى هو باش يعطيه داك الكوموند. لذلك قال لي غادي نتعطل شي شويه الا بغيتي تسناني تما حتى نجي. قلت له لا قلت له حتى المره اخرى ان شاء الله بحول الله نجي عندك حيت انا راه الدار غا هي الدار هنايا الدار فين ساكن خوكم هنايا والغريل حدايا هنايا ما بعيدش بزاف. لذلك غادي نمشي دابا نشوف شي مشروب نشرب شي حاجه الماكلة نصايبوها في الدار ماشي مشكل. دابا وصلنا لهري هذا هو الهري ديال الميريكان 7-11 هو الهري. غندخلو دابا باش نشرب شي حاجة. دابا كنحاول نقلب على هاد الشيبس شيبس شيبس كنحاول نقلب عليها مازال ما لقيتهاش. بس انا كارت شيبس الحمد لله شرينا داكشي اللي خاصنا كما تشوفوا مويكا هي هذه. لذلك اخوتي دابا جا الوقت باش نهضروا في الموضوع اللي شفتوه في العنوان. وقبل ما نهضر في هذا الموضوع هذا الدراري بغيت نعطيكم واحد الراي الشخصي ديالي في المسابقه اللي دارت مؤخرا ديال ماروك ويب اوورد
اللي غادي نعطيكم الراي ديالي الشخصي. الراي ديالي اخوتي في المسابقه ما كانش فيها شي شفافيه، ما كانش فيها حتى شي مصداقيه، لذلك الناس انا اللي كنت متبعهم بلا غياخذوا المسابقه ما خداوهاش. خير دليل هو واحد المدونه تعجبني بزاف اللي هي بريزمالي المعلوميات. هذا الاخ تيخدم بزاف، تيخدم بزاف باش يحقق واحد الهدف ديالو، لذلك في الاخر nothing، ما عطاو حتى شي حاجه، ما عطاو حتى شي اهميه. والناس اللي خداو المسابقه ما نعطيهمش شي حاجه، ما نعطيهمش شي مقارنه بالمدونه ديال بريزما للمعلوميات، ولكن هذا الشيء اللي كاين. وعاوتاني في الفلوغين ايوب عقيل، كنت انا بغيت ايوب عقيل ياخذها، حيت داك السيد تيخدم بزاف، مخلي دارو مسركل هو وكاميرا ديالو، كنت نشجعو وصوت عليه حتى هو باش ياخذ الجائزه، ولكن ما خداهاش. ما عندي ما نقول. المهم مسابقه الدراري ما يبقاش فيكم الحال، مسابقه راه فيها الخوان. المهم اخوتي كما عرفتوا قلت لكم بالله راه غادي نرجع لي فلوق، والحمد لله رجعنا دابا لي فلوق، ولكن كاين واحد الفئه اللي هي ما غاديش ننساها، اللي تتقول يا ناصر مازال دير لنا عفاك هاشتاغ لا للاحتكار. لذلك ان شاء الله بحول الله هذا هو الفيديو اللي غادي ابقى ندير لكم لي فلوق، وما غاديش ننسى هذاك هاشتاغ لا للاحتكار، ديما غادي نبقى نديرو في الفيديوهات ديالي. لذلك اليوم اخوتي جبت لكم واحد الخدمه اللي نتمنى تستافدوا منها بزاف. كاين واحد الشركه ديما مبرزطاني، ديما تتصدعني تتقول لي ناصر عايز فلوجز، واش بغيتي دير لنا مراجعات ناصر، واش دير لنا هكا، واش ناصر واش تخدم معانا ناصر واش نو. انا راه عندي بزاف ديال الشركات اللي تنتعامل معاهم، وقلت علاش لا نعطيكم هذه الشركه هذه وطونطيو لا شونس ديالكم، تقدروا تقبلكم هذه الشركه. لذلك هي باغا الناس اللي عندهم قناه على اليوتيوب وعندهم لي سبسكرايب بزاف. لذلك الا كنتي شايف راسك بالله عندك لي سبسكرايب بزاف في اليوتيوب، صيفط لهم رساله، غادي نخلي لكم جميع المعلومات ديال هذه الشركه هذه في الديسكريبشن لينك، غادي تكليكوا على هذاك الرابط غادي يطلع لكم السيت ديال هذه الشركه هذه، وصيفطوا لهم على الله صيفطوا لهم، وغادي نكتب لكم حتى رساله شنو غادي تقولوا لهم باش نعاونكم كاع بزاف. غادي نقول لكم شنو تقولوا لهم، نخلي لكم كل شيء في الرابط، وان شاء الله بحول الله نتمنى تقبلكم هذه الشركه هذه. انا ما غاديش نخدم معها حيت عندي بزاف ديال الشركات اللي ديما مصدعيني، ديما خدام معاهم انايا. لذلك هذا هو الموضوع اللي خليته للاخر باش نختم بهذا الفيديو هذا. نتمنى اخوتي يعجبكم هذا الفيديو هذا، كانت عندكم شي توضيحات، كانت عندكم شي حاجه خليوا لي كومونتير ديالكم في اسفل، ونقدر نجاوب عليها. ما تكثروش عليا بزاف ديال الاشتراك راه ما بقيتش نجاوب على الاسئله ديالكم، توحشت نجاوب على الاسئله ديالكم. كاينين بزاف اللي تيكتبوا اشتراك حتى ما بقيتش تنقول صافي راه كلشي اشتراك، لذلك ما بقيتش تنجاوب على التعاليق ديالكم. خوتي خواتاتي الا كنتو مازالين محتاجين شي حاجه خليوها ليا في الكومونتير. شفتي هذا الفيديو عجبك، نوصلوا لواحد العدد كبير ديال لي لايكات، الا قديتو توصلوا هذا الفيديو هذا الى 3000 لايك غادي ان شاء الله بحول الله غادي نشكركم بزاف بزاف، غادي ندير فيديو اخر نشكركم بزاف فيه، وغادي نعطيكم واحد غدا ان شاء الله بحول الله غادي نعطيكم واحد الشركه اخرى باغا الناس اخرين، وهذه ماشي غير تصيفط لكم منتوجات، هذه غادي تصيفط لكم منتوجات وغادي تصيفط لكم الفلوس. نتمنى اخوتي يعجبكم هذا الفيديو، بالسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.